ايش حق الحضارات؟ لا ما بعد كان عن خلط صورة زخ هذا يعني سفل طبعا انت صباح الخير على المختار سفلنا في الخطر نحن نعتبر ذلك إنجاز وطني وشعبي لأهلنا وهو انتصار وإن كان محدودا لكن نحن مع أهلنا مع نداء شعبنا نحن مع المقدسيين في كل ما يريدون ونحن معهم في تثبيت حقنا وفي إلغاء كل الإجراءات الصهيونية التي أحدثها في المسجد الأقصى. ندلل أن كل محاولات كي الوعي الفلسطيني والعربي نحن راضون عن هذه التفاهمات الفلسطينية المصرية وأيضا تفاهماتنا الفلسطينية الفلسطينية وتحديدا مع تيار محمد دحلان احنا أيضا ندعمها لأنها تخفف عن الشعب الفلسطيني وتساند الشعب الفلسطيني في الصمود مع غزة. تشريعي وإقرار قانون الانتخابات التي توافق. نحن نعتقد بأن ما يحدث من استهداف لقطاع غزة هو محاولة جدية لتكريس الانقسام ولاستبعاد ومحاصرة قطاع غزة، وبالتالي هذا الادعاء بأن هناك انقسام وبأن هناك خلاف، أعتقد بأنه داخل فتح لا يوجد خلاف مع أحد، كل حركة فتح متحدة، خلاف حركة فتح مع شخص وحيد هو الرئيس محمود عباس.